من جهتها نقلت صحيفة المنتخب المغربية تصريحا وصفته بالخطير لمحمد بودريقة رئيس الرجاء، اتهم فيه رئيس وفاق سطيف بالاعتداء على الفريق المغربي. وعبر بودريقة عن أسفه للأحداث التي تلت المباراة ومن الطريقة التي رد بها مسؤولو وفاق سطيف كرم الوفادة وحسن الاستقبال بالمغرب بعدما تعرض لاعبو وجماهير الرجاء للضرب من السلطات الأمنية الجزائرية ومسؤولي وفاق سطيف بالخصوص رئيس الفريق الذي اعتدى على الجميع. من جهتها نقلت صحيفة المنتخب المغربية تصريحا وصفته بالخطير لمحمد بودريقة رئيس الرجاء، اتهم فيه رئيس وفاق سطيف بالاعتداء على الفريق المغربي. وعبر بودريقة عن أسفه للأحداث التي تلت المباراة ومن الطريقة التي رد بها مسؤولو وفاق سطيف كرم الوفادة وحسن الاستقبال بالمغرب بعدما تعرض لاعبو وجماهير الرجاء للضرب من السلطات الأمنية الجزائرية ومسؤولي وفاق سطيف بالخصوص رئيس الفريق الذي اعتدى على الجميع.